يلا يلا. طب حلو، خليني اجل ارجع لسمير، كان عنده ملاحظه وتعليقات على الحالات اللي عرضها ابو فهد، وبعدين اروح اخذ منك رايي، وبعدين اخذ من جمال برضه اذا عنده تعليقات. اكيد جمال بيقعد لك على التكه يعني. لا لا ما اقعد، سمير انا اتكلم بالحق. الحق اكيد اكيد كلنا ندور الحق ان شاء الله. اوكي، انا عاوز نتفرج مع بعض على الهدف الثاني للنصر، الهدف الثاني للنصر اللي احرزه فتيل، محمد فتيل، ونتفرج عليه بهدوء والاجابه موجوده في الملعب. الهدف تمام، عاوزين نشوف الزاويه بقى الاخرى اللي هي بس هنا. ايوه بس نقف هنا لحظه واحده، لا نقف هنا لحظه واحده، لا نرجع الكره. ايوه بس هنا عندنا لعيب النصر هيلعب الكوره تمام، وعندنا كريستيانو رونالدو واقف في موقف تسلل. متفقين على كده؟ متفقين. اوكي، اما لعيب النصر هيلعب الكوره هتشوف هتروح لمين. اتفضل العب. تمام جت جول. نشوف الزاويه اللي بعدها، نشوف بقى في زاويه بعد الكره دي على طول. نكمل بقيه البلاي. ايوه كمل اللعب. اقف هنا، ارجع تاني. هتلاقي احنا خلاص قلنا ان كريستيانو جاي من موقف تسلل. رجع الكره تاني بعد اذنك، رجع الكره تاني كمان لعيب الباطن، كمان معلش ايوه لعيب الباطن هيروح يلعب الكوره. طب لا ترفع صوت، لا ترفع صوتك، لا لما ترفع صوتك يضرب الصوت عندك. تفضل. لعيب الباطن هنا هيروح يوصل للكوره تمام. هنا كريستيانو رونالدو اما نعمل بلاي اون اثر على وصول مدافع الباطن للكوره، وهو جاي من موقف تسلل تبقى الكره دي تسلل. شفت ايش رايك يا ابو فهد في التفسير هذا؟ ها تفسير منطقية في الموضوع؟ لا ما فيها تسلل، ما فيها تسلل. لا لا طلعت اوت يا سمير. لحظة يا محمد لا تأثر على رأيه. لا لا ما مو عملية تأثير. لا لا ما أثر لأنه شوف بعد كذا شوف مدافع الباطن بعد هذه اللعبة اللي تكلم عنها سمير داخل منطقة المرمى. شوف المدافع داخل منطقة المرمى بالضبط، أبوك الجنة داخل منطقة المرمى. صحح وضع رينالدو، لو أخذها رينالدو سجل هدف صحيح 100%. خلينا نسمع أبو فهد، تفضل أبو فهد. هذه اللعبة الثانية، في البداية فعلا كان رونالدو تسلل، لكن بالنسبة للعبة الثانية لاحظ مدافع نادي الباطن داخل منطقة المرمى اللي هو صار آخر ثاني مدافع، وبالتالي لا يوجد تسلل على كريستيانو رونالدو. كابتن سمير أوت يا سمير. طيب أوكي نتكلم تاني يا جماعة يا أهل الخير. الكرة ملعوبة لعبة واحدة، مفيش عدل نفسه يا جماعة، أنا ما سيبتش عدل تاني. لعيب النصر الأولاني هو اللي لعب الكرة، لحظة لعب الكرة نقف. لا ارجع بس عشان إيه بس، أما كابتن محمد بيقول طلعت أول بس كده. إحنا عندنا رونالدو في موقف تسلل أمين؟ ولا حد عنده اعتراض في الكرة دي؟ مظبوط أمين. العب الكرة دي، لو حد لمسها غير لعيب النصر أو الباطن يبقى أنا غلطان. لمست مين؟ بس الراجل بيلعب الراجل لعيب النصر بيلعب الكوره دي الجزء الثاني. خليه بس ارجع ثانيه. طيب. ثانيه لعيب الباطن عاوز يعمل ايه؟ ثانيه واحده، لعيب الباطن عاوز يعمل لك ايه؟ يعمل ايه؟ يلعب الكوره. شوف اللي بعده، شوف اللي خلفه يا جماعة. شوف اللي خلفه يا كابتن محمد، يا كابتن محمد ثواني يا كابتن، بغالك تغير السماعات يا حقه التليفون. لحظه اتفضل يا جماعه. اللي خلفه يا كابتن محمد هي لعبه واحده، الكره لم تتغير، دي لعبه واحده يا جماعه. الكلام اللي حضرتك بتقوله يا كابتن محمد لو فيها لعبه ثانيه، انما هي ما زالت لعبه واحده يا جماعه. اعاقه ده وجهه نظر انا القانونيه. أعاقه. هنا رونالدو فيه تاثير، اللعيب اللي ورا ده هي لعبه واحده، لسه ما فيش حد ثاني يا جماعه. كابتن ده انا اميل القانونية. انا اميل رايك كابتن سمير، فعلا هو اثر وهو اوفسايد اساسا. طيب ناخذ تعليق سريع، محمد عزيزي تعليق سريع عشان اروح الجمال. لا 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 ابدا ما فيها تسلل. هذا الكلام لو ما كان في مدافع بعد ذلك الغى التسلل، في نهايه الامر رجع يا كابتن محمد. الان اثناء تنفيذ اللعيب اللي ورا، انت قلت رايك يا كابتن سمير، انت قلت رايك ويحترمه على عيني وراسي، انا من حقي اقول رايي كمان. ماشي بس رايي قانوني في التحكيم. انا من ايوه
وفي نهايه الامر انا قاعد اقول رايي حسب فهمي لقانون كره القدم. اي نعم احترم رايك وانت اكثر خبره وكذا، ولكن في نهايه الامر انا اقول لك هذه اللعبه لا يوجد فيها تسلل. المدافع الاخير من فريق الباطن مغطي التسلل، هذه نقطه.